enough. الاسم نسرين طافش، الأصول سورية جزائرية فلسطينية مغربية والسعودية، المهنة ممثلة ومغنية، الحالة المدنية عازبة، مزايا خاصة جميلة. ماذا فعلت؟ لقد أخفتني. بدايات نسرين في مجال التمثيل كانت من خلال مسلسل هولاكو، لتتوالى بعدها العديد من المسلسلات والنجاحات على غرار ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، وغيرها من الأدوار التي جعلت من نسرين طافش ممثلة محترفة، أبرزها شخصية ليلى في مسلسل صبايا الذي كان خطوة جريئة صنعت الفارق في مسيرتها الفنية وجعلت اسم نسرين طافش يلمع في الدراما السورية ويردد مع أهم الجوائز العربية التي حصدتها. لأنك متغير علي. لم تتوقف نسرين طافش يوما عن الإبداع، فمن عالم التمثيل إلى عالم الموسيقى، أين تألقت مؤخرا في أغاني صورت على طريقة الفيديو كليب لتثبت للجميع أنها فنانة شاملة ومتعددة المواهب، حيث تخطت فيديو كليباتها أزيد من 16 مليون مشاهدة على اليوتيوب. تثير صاحبة الوجه الملائكي الجميع من خلال إطلالاتها المختلفة، فمتابعي الموضة أصبحوا يترقبون كل خرجاتها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها واحدة من أكبر المتابعين لعالم الأزياء. هي اليوم واحدة من أكبر الفنانات اللواتي يمتلكن قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، فعلى تطبيق الإنستغرام يتابعها أزيد من 4 مليون شخص، أما على موقع تويتر فلها ما يفوق 150 ألف متابع، أما على الفيسبوك فمتابعيها فوق 3.5 ملايين متابع. وبكل هذه الأرقام التي تتصدرها السندريلا تبقى الجزائر تفخر بها، فمرحبا بالشقيقة السورية الفلسطينية وأهلا بابنة البلد الجزائرية.